كان كيما هذا الطون هذا ما كانش لافيشاج دي بري نشر الاسعار وهذا مخالف للقانون 90% من المواد المعروضه للبيع ناقصه في نشر الاسعار والتعريفات. انا نشوف المخالفه هنايا راه عندها مخالفات عدم الاعلام بالاسعار والتعريفات. انا نشوفوا كاع لي برودوي اللي راه معروضين للبيع ماش كاين الاسعار تاعهم، ما كان لي وسم او يكون عن طريق وسم او عن طريق اي وسيله اخرى، وخاصه المواد ذات الاستهلاك الواسع. نشوفوا المواد المدعمه كذلك، المواد المعروضه للبيع اسعار غير مشهر بها، المفروض تكون الاسعار مشهرة على هذه المنتوجات المعروضة للبيع حتى يتمكن الزبون من اقتناء منتوجه بأريحية. كل المنتوجات متوفرة. بالنسبة لشروط الحفظ هنا، شروط العرض تاع المواد هذه تاعك الحبوب والبقوليات ما يعرضوش كيما هكا، هذا ما راش إناء، ما راش وعاء غذائي، داكور؟ هذا ما راش أليمونتيغ. دونك لا بغيت تدير في دي ساشي اليمونتير وعرض فيهم المنتوجات تاعك سواء بقوليات ولا اي حاجه واحده اخرى، ما يبقاوش محلولين كيما هكا يتبلعوا. صاي اخي، باسكو هنا راه كاين عدم احترام الزاميه النظافه. ما لقيتهش ما مشي في الليل على في الليل على ديره والصباح من يدخل الكونسوماتور على ما ديرش صوالحك الصباح. دونك مام هذا ما راهش اوزاج اليمونتير، راك فاهمني؟ دونك هذا راه ما عندهش استعمال غذائي، دونك ينداروا في دي ساك ولا قرديهم في الاخر وعاود تحط في الوعاء تاعك هذا ويتبلع، ما يبقاش محلولين كيما هكا. نفس الشيء بالنسبه للسميد، شفته ملهي الزيتون يتغطى كومبليتوم باسكو راه ديجا داير هذيك داير لاكوش تاعهم من الفوق تاع الاخر. لي فريغو تاعك عاود فيريفي ضبط درجات الحراره تاع المبردات تاعك، ما راهيش مضبوطه نيشان، راه عندك من 11 دونك فو ريفوار الاخر تاعك باسكو كل ماده مبرده ما تحفظش في درجه الحفظ تاعها اللي توالمها راح يكون فيه سحب نهائي واتلاف بعين المكان لهذيك المنتوج. هنا شفنا مختلف الرفوف المعروضه عليها للحبوب والبقوليات الجافه راهي منعدمه فيها الاسعار والتعريفات، وهذا اللي راه مخالف القوانين التنظيميه تاع وزاره التجاره. بالاضافه الى انك تنجم تقدم لنا فواتير الشراء تاع هذا. عندك لي فاكتور داشا تاع الاخر تاع صالحك؟ فاتورات شراء. فاتورات شراء صح، غادي نخلو لك هنايا في هذا، نخلو لك الاستدعاء. شحال راه العدس هنا لو بري تاع العدس؟ العدس 35 دولار. ولو بري اللي راه افيشي تما ما راهش هذاك سيكوا حمص. لي بري المهم رانا دايرين هي الاسعار تاعك الاشعار بها وراه الاشعار بالاسعار، الاسعار تاعك الاسعار مش مطابقه مع المنتوجات المعروضه للبيع، الاسعار اللي راك حاطها عليها.